عناوين مختلفه، اسئله مختلفه تيجي في الرئه، والرئه مهمه جدا جدا، عمل لازم تجيلي الرئه في العمل دي، ما فيهاش فصام. تعال نشوف هنشتغلها ازاي، وتعالى الاول نفتكر جزء من الحصه اللي فاتت. الحصه اللي فاتت اتفقنا ان القصبه الهوائيه اهي، يلا يا جماعه القصبه الهوائيه يعني تراقيه، كانت لازم تنقسم لشعبتين هوائيين كان اسمهم برونكاي. طب ليه يا شباب كان لازم تتقسم اتنين بالذات؟ عشان كل واحدة تروح رئة. يبقى من حق ارسم الرئة اهي، اكتفيت ان انا ارسمها على ناحية واحدة. بعد كده ربنا خلق حوالين الرئة غشاء. لا المفروض بقى يا دكتور ما يبقاش غشاء بقى، احنا عرفنا ان هما طبقتين. الطبقتين في كلمة واحدة سميناهم ايه؟ بلورة. بدأت ارسم البلورة اهي. لو سمحت افتكر معايا الميديا ستاينال فين في الرسمة؟ موجودة يا دكتور ما بين الرئتين، يعني المفروض ده مكان الميدياستاينم يا جماعة. ساعتها سميت الحتة دي في البلورة ميدياستاينال بلورة، لأنها قريبة من الميدياستاينم. إنما الحتة دي كانت بعيد، أقرب إلى السوركس، أقرب إلى الضلوع، والاسم الحركي للضلوع إيه يا جماعة؟ كوستال. إذن أنا عارف كويس أوي إن الحتة دي اسمها ميدياستاينال بلورة، والحتة دي اسمها إيه يا شباب؟ كوستال بلورة. الحصة اللي فاتت بدأت أدور على النيرفات اللي بتغسل البلورة، بدأت أفكر، مش أنت قلت إن دي الميدياستاينم يعني القلب هنا؟ وخدنا زمان نيرف بيلزق في القلب على كل ناحية كان اسمه فرينك. معنى كده إن أقرب نيرف هيبقى للميدياستاينال بلورة هو الفرينك نيرف. يبقى اللي انا رسمه ده شغل نيرف اسمه ايه يا شباب؟ فرينك. طب الحته اللي بره، اللي بره كانت اقرب الى الضلوع. طب ما انا خدت قبل كده المسافة ما بين كل ضلع والتاني كان اسمها انتركوست، وكل انتركوستال كان في نيرف اسمه انتركوستال نيرف. يبقى الأقرب إلى الكوستال بلورة هو النيرف اللي اسمه انتركوستال نيرف. يبقى ده اتفقنا الحصة اللي فاتت ان المسؤول عن الميدياستاينال كان اسمه فرينك، المسؤول عن الكوستال اسمه انتركوستال. ركزوا بقى يا جماعه على الحته دي في كتاب الاسم، مكتوب فيها ايه؟ افرض حصل مرض، والمرض ده خلى الحته دي تلتهب، يبقى المشكلة دلوقتي في بلورة اسمها ايه؟ كوستا. الالتهاب يعمل لي ألم، كلمة ألم يعني ايه؟ بيه.
اللي خلاك تحس بالبيت النرف اللي بيغذي الحته دي اللي اسمه ايه يا جماعه؟ انتركوستال. ده اسمه الريتيشن. كلمه الريتيشن يعني تهيب. التهيب ده يا جماعه ممكن يبقى ليه مليون سبب. انا اكتفيت بسبب. قلت لك لو الحته دي التهبت هتبتدي تحس بالم. والمسؤول عن الاحساس الالم ده نرف اسمه ايه يا جماعه؟ انتركوستال. استناني بقى. هو الانتركوستال ده ربنا خلقه عشان خاطر حته البلوره دي بس؟ لا، ليه وظايف تانيه. اكيد كان بيعمل شغل في الول بتاع السوركس. اللي فاكر البرانشات. وكمان في نيرفات كانت بتنزل للبطن من قدام اللي كنا بنقول عليها تيبيكال ولا اتيبيكال. معنى كده ان لو الحته دي التهبت اتفرج كده على العيان يقول لك ايه؟ انا بحس كمان يا دكتور بألم في منطقه السوركس هنا، وبحس بألم كمان في بطني من قدام. ده اسمه الاماكن اللي الالم بيسمع فيها. اكيد اللي بيغذيها هو نفس اللي بيغذي الحته دي، النيرف اللي اسمه ايه يا جماعه؟ انتركوستال. يعني ايه الالم يسمع في مكان تاني؟ يعني ايه الالم ينتقل من جزء الى اخر؟ ده اسمه ريفرتبين. يبقى يا جماعة كلمة ريفرتبين دي يعني ايه؟ يعني الألم هيبدأ في منطقة وينتقل إلى مناطق أخرى. أكيد المناطق الأخرى لازم تبقى بتتغذى من نفس النيرف ولا لأ؟ أمال هتنتقل ازاي؟ ساعتها بنقول بالبلدي الألم سمع في حتت تانية. ناخد مثال تاني. يجيلي دور برد والاقي عندي اللوز حصل فيها مشكلة. أروح للدكتور أقول له على فكرة لوزي بتوجعني ودني يا دكتور بتوجعني كمان. لأن اللي بيغذي اللوز هو اللي بيغذي الودن. فالألم سمع في حتة تانية. يبقى لو سألك لو حصل ألم في الكوستال بلورة يسمع فين؟ يعمل ريفرد بين فين؟ تقول له في الأماكن التي تغذى بنفس النيرف، وهي منطقة السوركس من قدام ومنطقة الأبدومين من قدام. تعالوا ناخد مثال كمان. حد فاكر البلورة دي كان اسمها إيه؟ ميدياستاين. مين النيرف اللي كان مسؤول عنها؟ الفرينك. اما ناخد الفرينك بالتفصيل هنعرف انه مسؤول عن منطقه الكتف كمان. حد يعرف منطقه الكتف يعني ايه؟ شلطه. عشان كده لو حصل هنا الم، الالم يسمع في كتفي كمان. ليه؟ لأن هذا الجزء يغذى بنير مسؤول برضه عن كتفي، فممكن الألم ينتقل من مكان إلى آخر. والكلمة دي اسمها إيه يا شباب؟ لفرد بين. عارفين يا جماعة الفرينك ده هيطلع منين؟ الفرينك ده هيطلع من سي 3 و4 و5. اوعى تنسى الرقم ده. يبقى لو انا سالتك الشولدر اللي بيديه نفس النيرف بيعتمد في التغذيه على ارقام كام؟ برضه سي 3 و4 وكام يا جماعه؟ طب هو سي ده اختصار ليه؟ يبقى يا شباب
حتة بقولها عشان في الكتاب بس، المفروض انها مش مستواك بصراحة. لو سألك لو حصل مشكلة في الكوستال بالنورة، الألم يسمع فين؟ تقول له في نفس الأماكن اللي بتاخد من نفس النيرف اللي اسمه انتركوستال، وهي الانتيريور سوراسيك وول والانتيريور ابدومينال وول. لو حصل مشكلة في الميديا ستاينال باللورا، ليه يسمع في كتفي الألم؟ لأن الكتف يأخذ أيضا من نفس النيرف اللي اسمه فريد. وقلت لك اوعى تنسى أرقام الفريد، ده يعتبر خطأ قاتل في سحبكم طبعا، خطأ قاتل في الشجر. الفرينيك يا جماعة اللي بيغسل حجاب الحاجز، اوعى تنسى أرقامه 3 و4 وإيه يا جماعة؟ و5. معلومة كمان وبرضو موجودة في كتاب الاس شباب، أنا قلت من حقي إن أنا أرسم الرئة. حد بقى يقول لي بقى بما يرضي الله، هي البلورة اللي حوالين الرئة كانت طبقة واحدة ولا دبل لير؟ كان في طبقة جوه أهي وطبقة بره أهي لازقين في بعض تماما ولا بينهم سبيس؟ احيانا يحصل التهاب شديد جدا في البلورة. عارفين ايه اللي يحصل بقى؟ الخلايا تكون ميه، الميه تملى المكان ده، لا يمكن نقدر نسيب الميه يا جماعه. عارف ما نسيبش الميه ليه؟ اصل كده خانقه على الرئه، انت ناسي ان الرئه عايزه تملى براحتها. يا ترى تراكم السائل داخل البلوره اسمه ايه؟ ده مرض اسمه افيوجن. عارفين يا جماعه كلمه افيوجن يعني ايه؟ تدفق. طب ما التدفق ده بيبقى للسوائل، الميه بتتدفق، عشان كده تراكم الميه بين الطبقتين اسمه افيوجن. ارجوكوا تسمعوا معايا الحتتين دول شباب وانا بذاكر. يعني ايه كلمه ريفرد بيندي؟ يعني ايه ريفرد بيندي؟ يعني الالم يبدا في مكان ويسمع في حته تانيه. ايه الشرط عشان الالم ينتقل من مكان الى اخر؟ لازم يكون ليهم نفس التغذيه، امال هينتقل ازاي؟ وسمينا ده ريفرد بين. انما لو في سائل تراكم داخل البلوره، ساعتها سمي المرض ده ايه يا شباب؟ افيوجن. ولازم الميه دي تتسحب بطريقه معينه. يبقى تراكم السائل يستحق لقب ايه يا شباب؟ افيوجن. ايه رايكم نلعب شويه كلام سيمبل وبسيط خالص قبل ما ندخل على النقطه الرئيسيه بتاعه النهارده؟ يلا يا جماعه. النهارده انا عايز اتخيل الرئه تماما. بصوا يا شباب، اللي انت شايفه قوله ما تخافش. الرئه اليمين بتاعتي انا اهي، يبقى دي اليمين يا جماعه اهي، اعلى حته في الرئه اهي، يبقى اعلى حته في الرئه اسمها قمه الرئه اسمها ايبس، واوطى حته في الرئه اهي، هقلبها عشان تشوفوها اهي، اوطى حته في الرئه اهي اسمها بيس. القاعده
يبقى يا جماعة أول حاجة أنت عرفتها في الرئة تمتلك إيبكس وتمتلك إيه يا جماعة؟ إيبس. حد يقدر يقول البيت بتاع الرئة هو ليه الرئة كلها ما بتقعش في بطننا يا جماعة؟ عشان الحجاب الحاجز. يبقى أنا لو رسمت الرئة اهي لازم ارسم تحتيها الحجاب الحاجز اهو. اكيد انت عندك رئة يمين واكيد عندك رئة ايه يا جماعة؟ شمال. واضح ان الاتنين قاعدين على الحجاب الحاجز صح؟ اسمه ايه يا جماعة الحجاب الحاجز؟ انا عايز اعرف الحجاب الحاجز يفصل الرئتين عن ايه؟ اكيد عن الحاجات اللي في بطننا. طب ما تيجوا نعرف بسرعة ايه اللي في بطننا يا جماعة. اول حاجة في بطننا حتة اورجن وزنه بيعدي كيلو ونص يا جماعة، يعني ما شاء الله حاجة كبيرة اهو. الليفر اهو، الكبد بتاع سعادتك اهو. ايه ده؟ هو الكبد كده يمين ولا شمال يا جماعة؟ الاتنين. عشان كده لازم نقسمه فصين. كلمة فص يعني له. هيتقسم ازاي مالكش دعوة، مش شغلنا خالص الفترة دي. المهم ان الفص اليمين اسمه رايت لوب، والفص الشمال اسمه ليفت لوب. يبقى بقول الدايفرام فصل الرئة عن مين؟ تقول لي ناحية اليمين فصلها عن الفص اليمين، وناحية الشمال فصلها عن الفص الشمال. بس في نقطة، ناحية الشمال في حاجات تانية. أول حاجة ناحية الشمال وحرسم جزء منها، لأن المفروض الكبد بيغطيها، المعدة. معدتنا ناحية الشمال هنا. أنا حرسم جزء من المعدة اهو، المفروض ان انا مش شايفها كلها لان الكبد بيغطيها. عارف بقى لو انا شلت المعدة هلاقي وراها ايه؟ هلاقي الطحال. هي المعدة يعني ايه يا جماعة؟ بتبدأ بحرف ايه؟ والطحال اس برضو اسمه سبلين، المفروض ما ارسموش لان انا المفروض مش شايف لانه ورا المعدة. يبقى مسألة وظيفة الدايفرام ايه النهاردة؟ يفصل الرئة اليمين عن الفص اليمين بتاع الكبد، ويفصل الرئة الشمال عن ثلاث حاجات، عن الفص الشمال، وعن المعدة اللي اسمها ستومك اس، وعن الطحال اللي بيبدأ بالاس اللي اسمه اسبرين. اماكن الحاجات دي فين بالظبط مش شغلتي خالص دلوقتي، ده اللي احنا هناخده في الابدومين يا جماعة. معنى كده ان انت تأكدت معايا ان الرئة تمتلك ايبكس وتمتلك ايه يا جماعة؟ بس تعالوا اوعى تفوت الحتة الجاية، والله العظيم مهمة جدا. الرئة اليمين بتاعتها تمتلك سطحين، سطح اهو هلف عليه كله يا جماعة. كل ده كل ده كل ده السطح ده
اقول عليه لاترال ولا ميديال؟ يعني ناحيه الضلوع. والاسم الحركي للضلوع ايه؟ يبقى اسمه كوستك. يبقى السطح اللي بره في الرئه ليه اسمين. عايز تقول لاترال سيرفيس ماشي، عايز تقول كوستال سيرفيس ماشي. طيب لو دي الرئه اليمين بتاعتي يا جماعه، انتوا قلتوا السطح ده يبقى لاترال ولا ميديال؟ لاترال. طب واللي جوه يبقى ميديال. انا بقى عايز اتفرج على الميديال بما يرضي الله. يا ترى لو انا صورت الرئه كده هتقدر تشوف الميديال حلو؟ لازم اوريه لك انا حلو بقى. بص عليه في الرئه ازاي اهو، وهقول لك صور. يبقى اللي طلع في الصوره الرئه كلها ولا الميديال سيرفيس؟ ميديال سيرفيس. رحت جاي رسمت الميديال سيرفيس اهو. يلا يا شباب يلا نرسم سوا الميديال سيرفيس اهو. استنى لما اسالك سؤال، انت متاكد ان ده الميديال سيرفيس؟ ايش عرفك؟ اطمني قلت لك ان ده الميديال. طب ما جايز اللاترال. عارف لو انا صورت اللاترال والله العظيم يطلع نفس الشبه في الصورة. امال يا دكتور انا اعرف ان ده الميديال ازاي صحيح في العمل؟ اعرف ان ده الميديال ان انا هلاقي فيه فتحة اهي. الفتحة دي الشرايين لو عايزة تدخل الرئة تدخل عن طريقها، الأوردة لو عايزة تخرج من الرئة تخرج عن طريقها. الفتحة دي البرونكاي كانت بتدخل عن طريقها. الفتحة دي كان ليها اسمين، اسمها هايلم أو رود. دلوقتي أنا أقدر أحلف إن ده الميديال سيرفيس. عرفت إزاي إن ده الميديال؟ بوجود الفتحة اللي اسمها هايلم. ما دام ده يا جماعة سيرفيس يعني ده منظر جانبي. الناحية دي انتيريور والناحية دي بوستيريور. ركز معايا قوي في الحتة دي. اللي مرسوم على السبورة انهي سيرفيس في الرئة يا جماعة؟ الميديال. عرفت انه ميديال بفتحة اسمها ايه؟ الجزء ده هو يعتبر قدام الهايلم ولا ورا الهايلم؟ قدام. اسمه ايه يا دكتور الجزء ده؟ اسمه ميديا سباينال سيرفيس. انما الجزء اللي ورا الهايلم هو يا جماعه ما يبقى ورا الهايلم يبقى اقرب للفقرات ولا اقرب للاسترلام؟ للفقرات. هي الفقرات يعني ايه؟ يبقى السطح ده اسمه فيرتيبولار سيرفيس. يبقى يا شباب الميديال سيرفيس ينقسم الى جزئين. تجيب الجزئين ازاي في العملي؟ لازم الاول احدد الهايلم. اللي قدام الهايلم يبقى اسمه ميدياسباينال سيرفيس، واللي ورا الهايلم يبقى اقرب الى الفقرات اسمه فيرتيبولار سيرفيس. عارفين يا جماعه لو انا قلت لك الفيرتيبولار ده ريليتد لايه؟ هتقول لي للفقرات.
وتقدر تقول لي الانتيريور لونجيتيودينال ليجامنت، وتقدر تقول لي السلاسل اللي قدام الفقرات اللي اسمها ايه؟ سمنه سد. كل ده ما يهمنيش. اللي يهمني ان السطح اللي قدام الهايلم اسمه ميديا ستاينال سيرفيس، لان ده بيجي في الامتحان لوحده. يبقى يا شباب يلا كده نراجع مع بعض. واحد، الرئه اعلى حاجه في الرئه اسمها ايه؟ ايه؟ وقاعده الرئه اسمها؟ طب مين اللي تحت قاعده الرئه؟ الدايفرام يفصلها يمين عن مين؟ رايت لوب، ويفصلها شمال عن مين؟ الليفت لوب، والاستومك، والسبليت. الرئه تمتلك سطحين. سطح بره اسمه لاترا، يبقى اقرب الى الضلوع، يبقى اسمه كوستال. وسطح جوه اسمه ميديا. رحت جاي رسم الميديا، مين شاطر يقول لي انا احلف ان ده الميديا ازاي؟ الهاي الميديا ينقسم الى جزئين. لو السطح قدام الهايلم يبقى اسمه ميديا ستاينال سيرفيس، لو ورا الهايلم يعني اقرب الى الفقرات يستحق لقب ايه يا شباب؟ فيرتيبولار سيرفيس. كده انا عرفت اربع حاجات في الرئه، عرفت الايبكس، عرفت البيس، عرفت السطحين. يلا يا جماعه قول كده اسماء السطحين مع بعض. اللي بره اسمه لاترال او ايه؟ اسمه كوستال علشان ناحيه الريبس. طب اللي جوه اسمه ميديال، والميديال ده كام جزء؟ بقسمهم اكوردنج لايه؟ للهاي. اللي قدام الهايلم يبقى اسمه ميديا ستاينال، واللي ورا الهايلم يبقى اسمه فيرتيب. الحصه اللي فاتت وبكرر تاني الحصات، الرئه وكذلك البلوره كانت بتمتلك سري بوردرز. تعالوا كده نتفرج عليهم تاني يا جماعه مع بعض. دي الرئه اليمين بتاعتي انا، اول بوردر بتبدا عند الايبكس وتلاقيها نازله قدامها، يبقى اسمها انتيريور بوردر. اول ما الانتيريور بوردر بتخلص بتبدا بوردر جديده اهي اسمها انفيريور بوردر اهي. واول ما الانفيريور بوردر بتخلص، استنوا بقلب لكم الرئه، تظهر بوردر ورا اسمها بوستيريور بوردر. انا لو صورت منظر جانبي، مش دي يا جماعه الرئه كده؟ انا هصور السطح ده كده. كده انا بصور اللاترال ولا الميديا؟ هتقدر تشوف الثلاثه بوردر. استنى برسمهم. لو انا صورت اللاترال سيرفس، وما دام جانبي لازم احدد انتيريور بوستيريور. انتيريور اهو، اول بوردر بتبدا عند الايبكس، ولما بتخلص بتوصلني للانفيريور بوردر، واما الانفيريور بوردر بتخلص بتوصلني للبوستيريور بوردر. دكتور، هو انا اعرف البوردر من بعض في امتحان العمل ازاي؟ اه صحيح، الانتيريور بوردر بتبقى رفيعه قوي. كلمه رفيع يعني ايه؟ سن وشرم حاده. يبقى الانتيريور بوردر بتبقى سن وبتبقى شرب.
انما البوستيريور بوردر اهي بتبقى سك تخينه، اما تشوفوهم هتفرقوا بينهم فورا. يبقى الانتيريور بوردر تتميز بانها شارب وسن، والبوستيريور بوردر تتميز انها سك. يا ترى الرئة الشمال زي الرئة اليمين بالظبط؟ لا. لا. الأنجي أنا هي دي يا جماعة الرئة اليمين، أنا هفترض إنها الشمال دلوقتي. الأنجيريور بوردر بتاع الشمال كان بيبقى فيه حفرة أهي متسبب فيها القلب. الحفرة كان اسمها كاردياك نوتش. يبقى ايوه الرئتين يمتلكوا ثلاثة بوردر، بس البوردر بتاعت الشمال الانتيريور اوعى تنسى ان كان فيها حفرة اسمها ايه يا شباب؟ كاردياك نوتش. كده عندي كده معايا. لو قلت ايه الرئة تمتلك ايبكس وتمتلك بيس، ادي اتنين، وتمتلك سطحين، اللي بره كان اسمه لاترال او ايه او جوستا، واللي جوه اسمه ميديال، بنقسمه لكام جزء؟ اللي قدام الهايلم اسمه ميدياستاينال، واللي ورا اسمه فيرتيبرا. بعد كده قلت الرئه تمتلك ثلاثه بوردر انتيريور، واما بتخلص بتوديني للانفيريور، واما الانفيريور تخلص توديني لمين يا جماعه؟ للبوستيريور. تعالوا نعرف حاجه كمان، يا ترى الرئه اليمين زي الشمال بالظبط؟ انا عرفت دلوقتي ان في فرق، ان في حفره اسمها ايه يا جماعه؟ كاردياك نوتش. لا، في فروق ثانيه. انا لو دققت بقى في الرئه اليمين، الرئة اليمين اهي لقيت ربنا بيخلق فيها فاصلين، ادي فاصل بيمشي بالعرض اهو، وادي فاصل مايل اهو. هو يا دكتور الاول كلمة فاصل يعني، هو فاصل بتبدأ بالعربي بحرف ايه؟ الفاء. كلمة فاصل يعني فشل. اذا اما اقول لك الفاصل ده اسمه ايه؟ هو مايل ولا بالعرض يا جماعة؟ يبقى اسمه ترانسفيرس فيشر. انما ده بيبقى مايل اسمه اوبليك فيشر. تعالى نشوف موقف الرئه الشمال ايه. الرئه الشمال اهي، ربنا ما بيخلقش فيها غير فاصل واحد بس اهو، فاصل اهو. يا ترى ده يبقى الترانسفيرس ولا الاوبليك؟ الاوبليك. طب ما هو كده الرئه اليمين عشان فيها فاصلين تقسم الى ثلاث فصوص، اللي مش مصدق واحد اتنين ثلاث. انما الرئة الشمال كان فص يا جماعة اتنين، وانا قلت الفص معناه لوب زي الليفر بالظبط. مش قلنا فص الليفر اسمه ايه يا جماعة؟ اذا انا الاوان دلوقتي نعرف الفرق بين الرئة اليمين والرئة الشمال، نجمعهم في جدول. يلا يا جماعة، الرئة اليمين اهي،
يبقى اسمها رايت، والشمال هي يبقى اسمها لف. واحد، هي الشمال اسمها ايه معلش؟ ليفت. ليفت دي بتبدا بحرف ايه؟ في السوركس كله، كله اي حاجه شمال تبقى اطول من اليمين. هنحط خط تحت حرف ال 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 يبقى لوك، يبقى الرئه الشمال اطول، ويبقى الرئة اليمين ايه يا جماعة؟ شورت اقصر. هذه اول فرق. جرت العادة ان الطويل بيبقى رفيع والقصير تخين. خلاص، الحاجة الطويلة تبقى سن او نارو رفيع، الحاجة القصيرة تبقى عريضة تخينة، وكلمة عريض معناها وين. اوعى تنسى حركة ال دي، هتتكرر في السوركس كله. اي حاجة شمال تبقى اطول، والطويل يبقى ارفع سن، انما القصير يبقى عريض. يبقى ايه يا جماعة؟ ادي فرقين. طب ما انت معاك فرقين على السبورة. اصل الرئة اليمين تمتلك كم فاصل يا جماعة؟ اتنين، اساميهم ايه؟ ترانس فيرس فيشر واوبليك فيشر. انما الرئة الشمال ما فيهاش غير فاصل واحد اسمه اوبليك فيشر. ادي فرق كمان. خد كمان فرق. الرئة اليمين تتكون من ثلاث فصوص، انما الرئه الشمال كم فصل؟ اتنين. كده بقى معاك اربع فروق. تعال ناخد الفرق الخامس. عايز اعرف وزن كل رئه قد ايه؟ هنلتزم باللي مكتوب في كتاب الاس. الرئه اليمين وزنها اتقل ما عريضه. اليمين 625 جرام، قال يعني وزنوها بالجرام يعني. الشمال اطرح 50، يبقى 575 جرام. يبقى الفرق الخامس بيتكلم عن وزن الرئتين. اليمين 625، والشمال اخف كام يا جماعه؟ 575. كده فاضل لي فرق اساسي ولسه قايله حالا. اوعى تنسى الفرق اللي جاي ده، اوعى. استنى ما اشرحه لك تاني. انا قلت القلب بين الرئتين، هل هو موجود في النص بينهم ولا حادف شمال؟ حادف شمال. اتفرج كده على الرئة الشمال. الرئة الشمال اهي، اما تيجي تبص للانتيريور بوردر هتلاقي فيها حفرة اهي. سبب الحفرة القلب. الحفرة اسمها كاردياك نوتش. استنى، وتحت الكاردياك نوتش في الحتة دي يا جماعة، لا انت ما قلتش اسم الحتة دي قبل كده يا دكتور. اقول لك سبب التسمية ايه. انت قلتوا الكاردياك نوتش حفرة ولا مش حفرة؟ كأنها بق ماوس، وأكن ده اللسان بتاع الماوس. وكلمة لسان معناها لنجولا. أي حاجة ناخدها السنة الجاية تتعلق باللسان لازم نديها لقب لنجوال. يبقى ما أقولك الرئة الشمال تتميز بإيه؟
ما تقوليش الحفرة وبس، لا، الحفرة واللي تحت الحفرة. الحفرة كأنها ماوس، اعتبرنا الجزء اللي تحت كأنه اللسان بتاع الماوس، وكلمة لسان يعني لينجوال، فسمينا الحتة دي ايه يا شباب؟ لينجولا. هو يا جماعة اللينجولا دي هتبقى جزء مستخبي ولا ظاهر؟ ظاهر. الجزء الظاهر بنقول عليه بروجيكتنج. يبقى كلمة بروجيكتنج معناها الجزء الظاهر. كده الكلام ده مش هيجي في الامتحان والله العظيم. اوعى تفتكر ان هنقول لك قارن بين الرئة اليمنى والرئة اليسرى. يا ولد يا ابني المستخبي جاي لسه في الرئة، انت ما شفتش حاجة. انما من غير الكلام ده مش هفهم ازاي. يبقى يا شباب اوعى تنسى الحفرة اللي اسمها كاردياك لوتش، واللسان اللي تحتيها اللي اسمه. هنعمل ايه بقى يا جماعة دلوقتي؟ انا عايز اذاكر كيف ترسم الرئة على سطح الجسم. احنا قلنا الرسم على الجسم اسمه ايه؟ سيرفس انامي. والنبي يا رب ما يجي في الامتحان. النبي يا رب بلاش يجي في الامتحان. عارف ليه؟ اصل هو شبه البلورة. العيال تلخبط بين الاثنين وتلخبط ارقام ده مع ده. عشان كده نتمنى دايما ان اللانج ما تجيش. طب والحل؟ وانت بتذاكر السيرفس اناتومي بتاع اللانج، لو ما طلعتش خمس فروع بينها وبين البلورة يبقى انت ملخبط في العيادة. لازم تطلع خمس فروع بينها وبين البلورة. وحسأل دلوقتي في السيرفس اناتومي بتاع البلورة شفوي. يا دكتور بقى انا مش رخم بقى كل واحد بقى وراه قفا زميله. عايز اقراها بسرعه مسافه مرسم، بسرعه بسرعه. طلع البلوره بدل ما تحرق نفسك، طلع البلوره بسرعه وذاكر. يا عم كل النهارده اشمال النهارده ما احنا كل ما بنيجي مذاكرين يجي طال النهارده والحاجه اللي مش عارف افهمها. سد يا عم كده اقسم بالله غلطان. اللي مش هيفهم اجزاء معايا هنا اقسم بالله غلطان.
وهسأل دلوقتي سؤال بخمسة جنيه. حاول تجاوبه. حاول. يلا يا شباب. أنا قلت من شوية البلورة وكذلك اللمبة تمتلك 3 بوردرز. أول بوردر لازم نرسمه الأنتيريور، وأما الأنتيريور يخلص لازم أرسم الإنفيريور. خد بالك إن كده الإنفيريور بيرجع ورا. وأما الإنفيريور يخلص لازم أرسم مين يا جماعة؟ البوستيريور. يبقى أنا متفق من الحصة اللي فاتت إن أنا لازم أرسم 3 بوردرز أنتيريور، وأما تخلص أرسم الإنفيريور، وأما الإنفيريور تخلص أرسم مين يا جماعة؟ البوستيريور. لو سمحت تراجع معايا الأسماء اللي حواليك. من شاطر يقول لي اعلى عظمه في الاسترنا اضخم عظمه اسمها ايه يا جماعه؟ الليبريا. الاسترنا كان يمتلك زاويه اهي اسمها استرنا الانجل، موجوده في مستوى الضلع رقم كام؟ 2. مش ده الاتفاق يا جماعه؟ تعالوا نطلع 5 فروق ما بين اللنج والبلورة، لإما هكون لخبطت في الشرح. يلا. الأكبر حجما البلورة ولا اللنج؟ بلورة. ما هي اللنج جواها. كنت بلعب في البلورة لعبة الاتنينات. أول نقطة كنت بحطها فوق الكلافيكل باتنين سنتي، يبقى المفروض اقلل شوية. مش البتاع مش اللنجة اقل يا جماعة، يبقى 1.5 كفاية عليها. يبقى اول فرق من اصل 5 فروق، اول نقطة فوق الكلافيكل في البلورة كانت بقد ايه؟ باتنين سنتي. المرة دي يبقى فوق الكلافيكل بكام؟ يبقى انت ضربت في قد ايه؟ في نص. استنى بقى. شكل لعبة نصاص. بعد كده هرسم خط مايل. اهو. من شاطر يقول لي الخط المايل عدى على مفصل اسمه ايه؟ استرنو كلافيكولار شولدر. لغايه ما وصلت المركز المانيبريام. ومركز المانيبريام اسمه ايه يا جماعه؟ سنتر اوف مانيبريام. المايل مصيره يتعدل. هنبتدي نعدل الخط. اهو. اول ما اتعدلت وصلت عند انجل اسمها استرنال انجل اللي موجوده في مستوى الضلع رقم كام؟ 2. اللعبه عجبتني، قلت ازود بالاتنينات بقى. بعد ما بقيت في 2 نزلت ورحت في 4. اللعبه عجبتني، بعد ما بقيت في 4 نزلت ورحت الرقم كام يا جماعة؟ 6. أظن لغاية دلوقتي الفرق الوحيد اللي بين اللنج والبلورة طريقة التعبير عن أول نقطة. أول نقطة في البلورة فوق الكلافيكل بقد إيه؟ وفي اللنج بقت 1.5. يعني أنتوا ضربتوا بقد إيه؟ نص. أوكي. الكلام ده كان مين؟ تعالوا نرسم الشمال بقى. الرئة الشمال فوق الكلافيكل برضو بسنتي ونص. اهي. برضو رسمنا خط مايل. عدى بمفصل اسمه ايه يا جماعة؟ لغاية المركز بتاع عظمة مين؟ المانيبريا. والمايل. يصيروا يتقلب.
لا جاية. ما وصلت للاسترنال انجل اللي موجودة في مستوى الضلع رقم كام؟ اللعبة عجبتني. اما زودت اتنين لقيت نفسي عند رقم اربعة. حد فاكر في البلورة كنت بعمل ايه بعد كده؟ كان في بقى مكان القرض يطنش. استنى ما افكرك بيها. اللي انا هقوله دلوقتي القرض يطنش بتاع البلورة مش اللون. البلورة كان لازم تعبر عن وجود حفرة. لازم تنحف. هو انحراف كان معناه ايه؟ ديفيشن. انحرف ونزلت كده. نزلت لازم في الليفت مارجن بتاع الاسترو. نزلت لازق في مين يا جماعة؟ ده بالنسبة للنرجو ولا البلورة؟ من شاطر يقول لي في الرئة. انحرف لجوه اكتر ولا لبره اكتر؟ لبره اكتر. معنى كده ان انا مش انفع ابقى لازق في الليفت مارجن. لازم ابعد عنه مسافة. اهو هشيل بقى البلوره خالص، ما عادش لازماني في حاجه. انا كده نزلت لازق في الليفت مارجن يا جماعه. هو انا خسرت فوق قد ايه؟ اللي يديني قلم مش هديله قلم بنفس القوه، لا تبقى غلطان. مش هو اللي بدع؟ اداك قلم كده انت انزل على وش ونزله جامده. انت سرقت مني نص، انا مش هسيبه. عارف انا هبعد عن المارجن بتاع الاسترنال مسافة قد ايه؟ نص بوصة. ما هو لو نص سنتي كده القلم بقلم. اللي انت خدته مني فوق انا عوضته تحت. وما تنساش ان انت اللي بدأ. يبقى انا هبعد عن المارجن بتاع الاسترنم قد ايه؟ نص انش. انا بعدت عن خط النص ولا ليفت مارجن؟ مسافه قد ايه؟ نص انش. هنكتب واحنا بنعلم. لو قالك ببعد عن خط النص 1.5 بوصة صح. ما هو في فرق. تبعد عن خط النص حاجة وتبعد عن الليفت مارجن حاجة. كده انا وصلت الفرقين من اصل 5. من شاطر يقول لي هما الفرقين. اول نقطة كنت فوق الجرافيكال ب2 سنتي. امال انا خسرت كام؟ اعوضه نص سنتي ولا انش؟ بعد القرض يقنطش عن الليفت مارجن مسافة قد ايه يا جماعة؟ نص انش. استنى بقى ما نكمل. كده الانتيريور بوردر خلصت. بعد الانتيريور بوردر اما تخلص لازم اشرح مين؟ الانفيري. لو سمحت افتكر معايا الانفيريور بتاع البلورة. يبقى انا هقوله دلوقتي الانفيريور بتاع البلورة. هو انا اخر رقم وصلت له كام؟ اللعبة عجبتني. اما نزلت 2 بقيت في 8. انت وضميرك. انت كده في 8 في خط النص. ده الخط اللي كان بينصف الكلافيكال اللي اسمه ميد كلافيكولار لاين. اللعبة عجبت. بعد 8 نزلت رحت 10. اضحك عليك واقول لك ان 10 كده في الميد لاين. طب في الميد كلافيكولار 10 كانت في خط بينصف المكان اللي تحت القبض. المكان اللي تحت القبض كان اسمه اكزيلا.
الخط اللي بينصف الأجزلة اسمه ميد أجزيلاري لاين. إذا أنا كنت في ست أما لعبة الاتنينات عجبتني يا جماعة نزلت بقيت في 8 وأما لعبتها أكتر نزلت بقيت في إيه؟ هو بعد 10 وصل لرقم كام؟ أرسم 12 فينيشة. ما ينفعش يا دكتور لأن يا دكتور أنت وصلت هنا للميد أكزيلر لو مشيت بعد الميد أكزيلر هتبقى في الشارع. كنت برجع وبرسم نفسي منقط أهو لغاية ما اوصل عند دي 12 واخر رقم بيبقى رب ولا فرتبري؟ فرتبري. دي يا جماعة كانت البلورة. معنى كده تعالى كده نعد البلورة استخدمت ارقام ايه في الانفيريور بوردر؟ 6 8 10 12 صح؟ اتفرج بقى على الرئة وهو ده الفرق التالت. اتفرج بقى على الرئة الانفيريور بوردر يا جماعة بتاعت البلورة ايه؟ نازلة تشرب من اول ما ربنا خلقها. يعني انا هنا في 6 بقيت في 8 بقيت في 10 وهكذا. اتفرج بقى على الانفيريور بوردر بتاعت اللنج كده وحد يقول لي ايه الفرق. الانفيريور بوردر بتاعت اللنج ايه الفرق؟ مشيت الاول ترانسفيرس شويه. معنى كده ان انت لو هنا في 6 برضو هتبقى هنا في 6 وتبدا تلعب بقى. يبقى الفرق التالت طريقه التعبير عن الانفيريور بوردر بتاعت البلوره كانت نازله تشرب 6 8 10 12 بتاعت اللانج لا بتاعت اللانج كانت لازم تمشي الاول ترانسفيرس شويه. يبقى ما نستخدم ارقام يلا نستخدمها سوا. 6 8 6 6 8 10 ويبقى اخر رقم كده بقى 10 ولا 12 10. تعالوا بقى نرسمها بجد بقى. يلا يا شباب الفرق الثالث هو طريقة التعبير عن الانفيريور بوردر. هو انا اخر رقم وصلت له كام؟ 6. اروح بعد كده فين؟ 6 برضه 6. اضحك عليك واقول لك انت دلوقتي في 6 في الميد لاين امال في خط اسمه ايه؟ ميد كلافيكو. واما نزود 2 بعد 6 نوصل لكام؟ 8. اضحك عليه واقول لك ان 8 في الميد كلافيكولر ولا في الميد اكزيلاري؟ طب ارسم رقم 10 فين هنا؟ برضه لازم الف وارجع. ما هو يا ابني بعد الميد اكزيلاري في الشارع. رحت جاي رسم نفسي منقط لغايه ما وصلت ال 10 واخر رقم دايما بيبقى رب ولا فرتبري؟ إذا الفرق الثالث طريقة التعبير عن الانفيريور بوردر. مين شاطر يقول لي أرقام البلورة كانت كام؟ 6 8 10 12. أرقام اللون 6 6 8 10 ودائما وأبدا آخر رقم يبقى إيه يا جماعة؟ فرتب. أصل لو انا وصلت اخر نقطة بأول نقطة كده يبقى انا رسمت دي انهي بوردر يا جماعة؟ البوستيني بوردر. اذا لازم تطلع 5 فروق لاما هتنقص اقسم بالله. يلا يا شباب نطلع 3 مع بعض.
من شاطر يقول لي اول فرق كان ايه؟ اول نقطه في البلوره كنت فوق الجرافيك البديهي، بقت في اللانج كام؟ 1.5. يبقى انت كده اتضربت في قد ايه؟ في نص. القلم مش زي القلم يا جماعه، لان انت اللي بدات. يا ترى الكاردياك نوتش وهي لازقه نازله كانت لازقه في الليفت مارجن بالنسبه للارض، امال بعدت عن الليفت مارجن مسافه قد ايه؟ نص انش. يبقى النص اللي فوق انا عوضته تحت، بس المره دي عوضته سنتي ولا بالانش؟ بالانش. الفرق الثاني طريقه التعبير عن الانفيريور بوردر. ارقام البلوره كام؟ 6. ناس لا تشرب يا جماعه، 6 8 10 12، واخر رقم دايما بيبقى فيرتيب. تعال نشوف ارقام الرئه. 6 6 8 10، ويبقى برضو اخر رقم لازم يبقى فيرتيب. لغايه دلوقتي وصلت ان في 3 فروق بين اللانج والبلوره. لو ما طلعتش 5 فروق اقسم بالله هتنقص. كده انا عايز اطلع فرقين كمان. الفرق الرابع، حد فاكر الفتحه اللي كانت في الميديال بتاع الرئه اللي كان بيدخل عن طريقها الشرايين والاورده، كان اسمها ايه؟ هايلم او رود. انا جبت سيره السيرفيس اناتومي بتاع الهايلم في البلوره، لازم تقولوا في الرئه، لازم تقول الهايلم ده مستوى ايه بالظبط. شباب الفقره تمتلئ شوكة اهي، وكلمة شوكة يعني سبايك. الفقرة تمتلك جسم اهو، هو كلمة جسم يعني ايه؟ بطي. صح معايا في الحتة دي، لانه ممكن يتلعب لك فيها في الام سي كيو. انا هرسم فقرة اهي، وليكن تي 4، يبقى متوقع تحتيها تي 5، وادي تي 6، وادي تي 7، وهكذا. ترتيب طبيعي جدا، 4 5 6 7. هو عايز نكمل كم؟ كل فقره بتمتلك شوكه، وكلمه شوكه يعني سباير. تعالى كده برسم لك السباير. السباير بتاع الفقرة الرابعة اهو. ايه ده السباير بتاع الرابعة قدر يوصل لجسم مين؟ الخمسة. والسباير بتاع 5 وصل لجسم مين يا جماعة؟ 6. والسباين بتاع 6 وصل لجسم 7. اوعى تنسى ان السباين اوبليك. اين الهايلم؟ ده مكان الهايلم يا جماعه. عايز تقول انه في مستوى السباين 4 و5 و6 صح، او في مستوى اجسام 5 و6 و7 صح. الحتة دي بتلاقي فيها في الام سي كيو. الفكرة ايه يا جماعة؟ السباين بتاع 4 بيوصل لجسم 5، والسباين بتاع 5 بيوصل لجسم 6، والسباين بتاع 6 بيوصل لجسم مين؟ 7. براحتك بقى، عايز تقول ان الهايلم موجود عند السباين بتاع 4 و5 و6 صح،
او البادي بتاع 5 و6 وليه يا جماعة و7. يبقى الناس ما تحفظش الارقام بس، شوف هو بيكلمك في الجملة بلغة الاسباين ولا بلغة البطش. اوعى تنسى الاسباين بتاع 4 تلاقيه عند 5، وبتاع 5 تلاقيه عند 6، وبتاع 6 تلاقيه عند 100 يا جماعة 7. اذا انا طلعت 4 فروق من اصل 5. اتحدى واحد يقدر يقول الاربعة. حد يعرف؟ طب تعرفوا كلهم مع بعض؟ هو ولا هتعرفوا؟ فشل فشل. واحد، اول نقطة في البنورة كانت فوق الجرافيك البدين، زائد كام في الاربعة؟ 1.5. انت كده اتضربت في قد ايه؟ في نص سنتي. تعوضه فين؟ في الكارديك نورش. ابعد عن الليفت مارج نص سنتي ولا نص انش؟ نص انش. الالم ده الم، بس الم محترم. الفرق التالت، طريقه التعبير عن الانفيريور بورتا. استنى ما نقول بتوع البلوره، يلا يا جماعه بتوع البلوره. 6 8 10 12، واخر رقم يبقى ريب ولا فيرتيبرا. تعالى بقى بتوع اللون، 6 6 6 8 10، واخر رقم برضو يبقى فيرتيبرا. الفرق الرابع، لازم تقول مستوى الهايلوم ايه. انا ما جبت سيره الكلام ده في البلور وبرع. عايز تقول انه عند الاسباين، طب الاسباين ارقام كام وكام؟ 4 و6. 4 و5 و6. طب اجسام مين ومين؟ 5 و6 و7. كده يبقى فاضل الفرق الاخير ويبقى حصه خلصت. بص بقى، والله العظيم لو انت شيخ الحفيظه، ها، لو ما عملتش اللي انا هقوله صدقني هتخسر. انت كده بتصعبها على ده. بيقول لي حد فاكر الفواصل اللي كانت في الرئه اسمها ايه؟ فيشر. انا جبت سيره السيرفس اناتومي بتاع الفيشر في البلوره، لازم اقوله في الله. الفيشر كانوا نوعين، اوبليك وترانسفيرس. قررت ان انا اذاكر الاوبليك دلوقتي، لقيته بيقول لي ايه؟ حط نقطة عند الاسباين بتاعتي 3، بس تبعد عن خط النص 3.5 سنتي، وبعد كده ارسم خط مايل يوصلك لرقم 6. ايه ده؟ ايه الكلام اللي ايه ده؟ ما يتحفظش، والله ما بتحفظ. تعال ناخده بهدوء، تعال نحاول نجيبه بعقلنا يا جماعة. والله العظيم حفظه صعب صعب صعب. تعالى كانوا طولك في ثانية وتبقى الحصة خلصت. طب اتكلموا دي يا جماعة بسرعة بسرعة بسرعة. أنا بحب الكواتا. صوتك كتير إيه؟ مربوطين على الآخر؟ كل مرة بيتكلموا والله. شو أول مرة يتكلموا؟ ما انا باظ عايز البشوت، بس لو لبسنا شوطات بقى دكتور يقول لك الدكتور ما ينفعش يلبس شوطات. يا عم عادي يا عم، والله انا سبت تقول لي ما ينفعش دكتور. تمام نعم، البس شوط. لا مش شهر معين هيك كده. لا هاي بس لك حاجه زي ما البنت شو ما مالها مالها. يلا يا شباب، ها يلا هي دي خلاص. يلا الفرق الخامس، لازم تكلمني عن الفيشر. تعال اول ما اقنعك بحاجه في الفيشر. انا صورت الرئه منظر جانبي اهو، الناحيه دي انتيريور والناحيه العكسيه بوستيريور. الفيشر كانوا 2، واحد مايل اهو. لو سمح تبص لاتجاه السهم المايل، واضح انه ابتدى انتيريوري ولا بوستيريوري؟ بوستيريوري. وده انه نازل 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 لغايه ما قابل انهي بوردر الانفيريور.
يبقى مقول معلوماتك عن الأوبليك فيشر ايه؟ تقول لي ده بيبدأ ورا، فلازم في السيرفيس اناتومي ابدأ ورا ويدانه يطلع لقدام لغاية ما يقابل انهي بورتر يا جماعة؟ الانفيرير. الفيشر التاني اسمه ترانسفيرس. اهو لو سمحت تبص لاتجاه السعر كده. الترانسفيرس فيشر بدا انتيريوري ولا بوستيريوري؟ انتيريوري. ودانه راجع ورا 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 لغايه ما قابل انهي فيشر؟ الاوبليك. مش الاثنين قابلوا بعض هنا يا جماعه؟ يبقى يا شباب قبل ما تذاكر تقرا حته للفهم دي الاول. الاوبليك يبدا في الخلف ثم يتجه للامام بهدف الوصول للانفيريور بورتر. اما الترانسفيرس العكس بيبدا قدام ويرجع ورا لغايه ما يقابل انهي فيشر يا جماعه؟ الاوبليك. انا هشيل الرسمه واسالكم شباب الاوبليك اهو بيبدا قدام ولا ورا؟ ويدانه طالع لقدام لغايه ما يقابل انهي بورتر؟ الترانسفيرس العكس بيبدا قدام ويرجع ورا لغايه ما يقابل مين؟ الاوبليك. لازم تحفظ الاسم الحركي بتاع كل واحد. الاوبليك فيشر. الكلام ده ما يتكتبش في الامتحان، ده لا عشان انت تذاكر بس. هنكتب جنبيه اس ثلاثة ثلاثة ونص. شايف الترتيب؟ اس ثلاثة ثلاثة ونص. انزل روح الترانسفيرس. اس أربعة. الله ده الدنيا مترتبة بدقة قوي. اما اقول لك الاسم الحركي للأوبليك ايه؟ اس ثلاثة ثلاثة ونص. الاسم الحركي للترانسفيرس ايه؟ اس 4. واظن مفيش ترتيب اكتر من كده. يلا بقى نشتغل. يلا السؤال ابو 5 جنيه يا جماعه. يلا. هو الاوبليك ابدا ارسمه قدام ولا ورا؟ واسمه الحركي ايه؟ اس 3 3 ونص. عايز حاجه بتبدا بحرف الاس ورا. السباين. السباين. طب ما هو يا دكتور الفقرات كتير. السباين بتاعتي كام؟ تلات. الزق فيها ولا ابعد عن خط النص؟ ابعد مسافه قد ايه؟ 3.5 سنتي. يبقى اين يبدا الاوبليك فيشر؟ اس 3 3.5. اما اقول لك اس ورا يعني ايه تقول لي سباين؟ السباين بتاعني فقره من الفقرات كتير بتاعتي ثلاثه. ابعد عن خط النص مسافه قد ايه؟ 3.5. المفروض السباين ده يا جماعه قدام ولا ورا؟ يا جماعه قدام ولا ورا؟ وهبعد عن خط النص مسافه قد ايه؟ 3.5. مين يحدد النقطه دي من قدام؟ المفروض ارسمها منقطه، ما انا مش شايفها. عايز اس 3 من ورا. هتبقى في السبيس. الميديا ستايبم كان مستوى الاسترنال انجل عند الفيرتبري رقم كام؟ 4. انت عايز 4 ولا عايز 3؟ اطلع فوقيها بشويه وابعد عن خط النص 3.5 سنتي تقريبا هتبقى هنا. ما انا مش شايف. شفت بقى انا عرفت مكان اس 3 ازاي؟ اعتمدت على معلومة ان الاسترنال انجل موجود عند تي كام؟ 4. طب انا رسمها منقطة ليه؟ عشان مش شايف.
طب الاوبليك فيشر يدن ورا ولا يبتدي يطلع قدام لغايه ما يوصل لاني بوردر لغايه ما يوصل انفيريور بورد هيدنه طالع قدام هرسمه النقط مش شايفه مش شايفه بعد كده هبتدي اشوفه اما طلع قدام نزل يا قبل الانفيريور بوردر من شاطر يقول لي هو الانفيريور بوردر بتاع اللارج كانت ارقامه كام؟ ستة يبقى انا هنا خالص واللي مش مصدق قلت في الصوركس كله لو بدأت بثلاثة هتختم بست طب ما انا بدأت بثلاثة اهو يبقى انا متأكد اما اطلع قدام هوصل لست اس تلاتة تلاتة ونص لقيت واحد بيقول لي انت على فكرة يا دكتور بتضحك علينا ليه يا ابني اصلا انت قلت يا دكتور حط نقطة هنا قلت له امر قلت وقلت بعد كده اطلع قدام طب ما انا يا حبيبي طلعت قدام اهو منقط اهو لغاية ما طلعت قدام طب ما جايز يا دكتور تطلع كيس ما جايز يا دكتور تطلع كيس والله يا اخي ده طلع واد بيفهم اصلا احنا ممكن اطلع بكذا طريقه يبقى في شرط في شرط ضروري جدا 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 ايه هو الشرط يا جماعه بصوا يا شباب العظمه دي اسمها عظمه الاسكابيولا بتبقى موجوده في ظهرنا من ورا كده يا جماعه انا هطلعها قدام عشان نشوفها المفروض العظمة دي بتلتقي مع دي يبقى ده مفصل يا جماعة صح؟ ايه رأيك؟ وانا برفع ايدي فوق راسي اهي برفعها اهي وبقعد انا احمد انا اهو يا حبيبي اهو يعني انت بترفع ايدك فوق راسك صح؟ تعالى كده ارفعها لك على العظم انتوا قلتوا ان ده مفصل يا جماعة حصل؟ تعالى ارفع لك ايدك فوق راسك كده يلا ارفع اهو زي الفل زي الفل انت كده عملت زاويه كده 90 طب جرب كده ارفع لغايه 180 فوق راسك المفصل اتخلع يا جماعه الله اهو انت مش مصدق اهو تاني اهو انت كده زي الفل لغاية 90 انت زي الفل جرب كده 180 المفصل اتخلع دوراني كده تيجي ترفع ايدك تنادي على في داهيه ما يروح في داهيه امان المفصل اتخلع لولا رحمه من ربنا اتفرج ربنا يعمل ايه اتفرجوا يا جماعه لغاية 90 انت زي الفل مشكلتك لما توصل ل 180 صح؟ انا لو رفعت 180 كده المفصل اتخلع. المفروض الاسكابيولا تلف شويه كده. ارفع بقى ولا حاجه. لا فين؟ فين اللي اتخلع؟ ما زالت الراس ماسكه في الكافيتي بتاعها. يبقى اللي بيخلي المفصل ما يتخلعش الاسكابيولا بتلف لفه الاسكابيولا اسمها روتيتنج اسكابيولا يبقى بقول لك العظمه دي اسمها ايه بعد اللي حصل ده ما تقوليش اسكابيولا اسمها ايه يا جماعه روتيت انا لو رسمت الروتيتنج اسكابيولا هتطلع بالشكل ده كده بالظبط. ايه ده؟ واضح ان الفيشر يوازي البوردر دي في الاسكاب لا ما اسمهاش اسكابيولا سوري اسمها ايه؟ روتيتنج اللي مش اللي هينسى كلمه روتيتنج غلط والله. وبتلف امتى؟ وانت بترفع ايدك بس ولا فوق راسك؟ فوق راسك يبقى الشرط
لازم الاوبليك فيشر توازي الميديا البوردر بتاع مين يا جماعه؟ الروتيتنج سكاتر. احنا قلنا الترانسفيرس بيبدا قدام، كان شعاره اس كام؟ اربعه. ايه اللي بتبدا بالاس وموجوده قدام؟ الاستر. احط نقطه عند الاستر اهي. طب يا ترى هتحطها في انهي مستوى؟ في مستوى الضلع رقم اربعه. ما هو ده معنى كلمه اس كام؟ اربعه. ودني راجع لورا لغايه ما قابل الاوبليك فيشر بقى. اوعى تنسى الاسماء الحركيه. اس 3 3 ونص اس 4. وترجم لي انت بقى اس يعني ايه؟ ويا شباب لو حد قال لك العظمه دي اسمها ايه؟ هتقول له سكابيولا. طب والروتيتنج دي لازم تحصل امتى؟ اما بترفع ايدك فوق راسك لاما المفصل يحصل له ايه؟ الحصه الجايه هسمع السيرفس اناتومي بتاع البلوره وبتاع اللنج. هسمع البلوره واللنج. افتح سعادتك المذكر. لا القديم. لا مش بيعمل ايه؟ هات صفحة 61. 61 مكتوب فوق كلينيكال اناتومي. يعني ازاي تستخدم الاناتومي في الطب بجد؟ كلينيكال بقى. اكتب جنبيه ذاكر اولا النيرف سبلاي اوف بلورا. ذاكر اولا النيرف سبلاي اوف بلورا من صاد 58. اول صاد بين ذات ريزلت فروم اريتيشن. ترجم كلمه اريتيشن يعني تهيب. تهيب في نفس الصاد بينتهي بكلمه بريفرال صح؟ حط تحتيها خط واكتب يساوي لاترال. يساوي لاترال. السطر اللي بعديه دور فيه على كلمة ريفرد تو. حط تحتيها خط واكتب ينتقل إلى أجزاء أخرى. ينتقل إلى أجزاء أخرى. هات السطر رقم 5 بيبدأ بكلمة بين in the mediastinal بلوره and central. اشطب كلمة central واكتب مكانها ميديال. ميديال. اخر سطر هتلاقي مكتوب بلولر افيوجن. اكتب جنبيه مرض. وترجم كلمة افيوجن يعني تدفق. انتوا تعرفوا ان كلمة فلويد يعني سائل يا جماعة؟ ما شاء الله. ما شاء الله. الحمد لله. افتح بقى المذكرة الجديدة. رسومات مليانة رسومات. هات صفحة 65. 65 السطر الثاني مكتوب اتش لونج از اكون. كلمة كون دي يعني ايه؟ مخروط. مخروط. ترجم كلمة كون يعني مخروط. هات السطر رقم 8 من تحت. هتلاقيه بيبدأ بكلمة it is divided by the hilum into two parts صح؟
اكتب على السطر ده الرسم صاد 66 شرطة. 66 شرطة. السطر اللي عليه الدور vertebular surface، حط خط تحت كلمة vertebular. فوت سطر هتلاقي سطر واخد رقم ايه؟ side of thoracic vertebrae، حط خط تحت كلمة vertebrae وحط خط تحت كلمة intervertebular disc واكتب عليه الموجود بين الفقرات. الموجود بين الفقرات. B sympathetic trunk، اكتب جنب كلمة trunk تساوي chain. يبقى يا جماعة كلمة sympathetic trunk هي نفسها كلمة sympathetic ايه؟ واكتب جنبها الموجودة بجوار الفقرات. الموجودة بجوار الفقرات. وهات صفحة 67 هتلاقي مكتوب لوبس في السطر رقم 8. لوبس مترجمة فصوص. اكتب الرسم صاد 62 و63. اتنين وستين وتلاتة وستين. هات صفحة 68 عندك جدول. تحت الجدول هتلاقي سطرين مكتوب فيهم ايه؟ اشرح ايضا الفرق بين الرايت والليفت هايلم والرايت والليفت برونكو بالمونري سيجمنت، وسوف ياتي شرحهم فيما بعد. ده عشان بس اجابه السؤال يبقى كامله معايا. بس انت حط دلوقتي على السطرين دوم علامه استفهام. حط انت على السطرين دوم علامه استفهام. رسومات بقى، رسومات 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 رسومات. هات 73 مكتوب يوجد خمس فروق بين لازم تطلعهم خمسه، لان انت كده هتلخبط. اقلب الصفحه. هو يا جماعه ينفع اذاكر اللانج وما اكونش مذاكر البلوره؟ هتلاقي مكتوب فوق ذاكر السيرفس اناتومي بتاع البلوره اولا، صح؟ هات بقى السطر رقم 4 اطلاي 1.5 سم. حط خط تحت 1.5 سم واكتب انظر خلف الصفحة. انظر خلف الصفحة. وهات السطر رقم، عد بقى كده معايا من اول الصفحة، هذا 4 6 8 11. السطر رقم 11 بيبدأ بكلمة كوستال كارتليج زينتو زرايت 6، صح؟ هتلاقي بعد كده مكتوب استرنو كوستال جانكشن، صح؟ لا اشطب الكلمة دي واكتب مكانها كوستال كارتليج. كوستال كارتليج. بعد كده هتفوت سطر هتلاقي السطر اللي عليه الدور بيبدا بكلمه زين الديفييت تو ذا ليفت سايد نص انش فروم ذا ليفت بوردر اوف ذا سترنوم، صح؟ حط خط تحت الحته دي واكتب انظر خلف الصفحه. انظر خلف الصفحه. السطر اللي بعديه بيبدا بكلمه سترنوم كاردياك نوتش اند ريتيرن باك تو ذا 6. اشطب استرنو كوستال جانكشن واكتب مكانها كوستال كارتليج. كوستال كارتليج. هات بقى خلف الصفحه ايه؟ في اسئله الام سي كيو. في اسئله الام سي كيو لو قال واحد ايبكس اوف لام، ايبكس اوف لام اباب ذا كلافيك. هو احنا قلنا بيبقى فوق الكلافيك بقد ايه؟ بسنتي ونص.
لو قال أباف ذا كلافيك الباي 2.5 سنتي الإجابة أيضا صحيحة. الإجابة أيضا صحيحة. اتنين كاردياك نوتش لارج 1.5 انش. احنا قلنا بتبعد عن الليفت مارجن 0.5 انش بس. لو قال 1.5 انش فروم ميديان بلين الإجابة أيضا صحيحة. آخر حاجة بقى هاتلي صفحة 76 هتلاقي برواز حط عليه علامة استفهام أنا ما قلتوش خالص ومش عارفه دلوقتي، ويبقى إحنا يا جماعة واقفين على صفحة 76 لازم تجي للحصة الجاية. مذاكر خليكم معايا يا شباب. سيرف سناتو بتاع البلور، سيرف سناتو بتاع اللعب، ومحتويات السيبيريور ميديا ستايلر مع الف